أبو الابن روح كنت سنان واحد أمين، حلقة جديدة مع قناة دكتور وسيم. في الحلقة دي المادة عن الليتورجيات، ودي أكتر مادة وجهتني للحوارات المسكونية والأساس في الحوارات المسكونية في بداية سنة أولى. المادة من 40 سنة، كانت سنة أولى وتانية ورابعة، وكنت أتمنى إن هي كمان كانت تبقى في تالتة، لأن الحوار شيق، خاصة زي ما قلت بعشق الأساتذة الأكاديميين في طريقة بحثهم، وطبعا دكتور رشدي بخاصة. المادة من 40 في سنة أولى جبت 32، في تانية جبت 36، في تالتة ما كانتش موجودة، في رابعة 32. وللعلم إن 36 دي من النوادر إن حد ياخد 36 في سنة تانية درجة الليتورجيات. في سنة رابعة عليها علامة استفهام، أعتقد إن لا يمكن يكون دكتور رشدي واصل بهمان هو اللي صح هذه المادة، وأكيد أوكلها لحد تاني، لأن أنا عارف أنا حليت إزاي في الذات في سنة رابعة زي حل سنة تانية بطريقة جبارة، بالمخطوطات بالكتابات بالشواهد بكل حاجة. فده تعليقي بالنسبة لمادة اللوترجيات. مادة اللوترجيات مهمة جدا، كويسة جدا، قوية جدا. مادة اللوترجيات بتأكد لنا إن كل اللوترجيات اللي موجودة بالنسبة للقداسات على مستوى العالم كلها صلبها واحد، كلها عقيدتها ما حصلش فيها أي تغيير، أساسها مبني على أساس واحد، بمعنى صلب الموضوع بتاع القداس مفيش أي فيه مشكلة كعقيدة، مفيش مشكلة لأنه كان قبل الانشقاق مفيش أي مشكلة فيه. عقائد يحتوي نظم معينة،